اللي سألت قال لك دكتور شنو ما ترجع للبيت بديت كنا نسأله إيه كنا سألت شنو ما ترجع للبيت شو يومين موجود يعني بالتلفزيون يومين طالع التسجيل لأن الموضوع مهم لأن هو الموضوع مهم هو شغله إنه يقدم هاي الرسالة من يحكي عدد الوفيات وعدد الأسرى أكو بها قصد أكو بها معنى معناها إلها هدف بالضبط هو ما يعني بدا يطلع هيك مو بدون سبب أكو شيء مهم بالضبط هو أصلا هو الموضوع في غاية الأهمية ما كان موضوع سهل يعني إحنا مرة سألنا يقول أنا والله يمكن مع شنو تصير أطلع من المستشفى اليوم مع شنو بالليل فشنو الإثبات إنه أنا من أجي أقدم رسالة الشخص حيتقبل مني المعلومة هي نعرف نشوف النقاط استخدام كلمات المجاملات والتشجيع هاي اللي هي جدا مهمة بين الحين والآخر في الاتصال الشخصي لها عامل هام وكبير في نجاح عملية الاتصال وتكسر أي حاجز نفسي من هذا اللي يهمنا اللي إحنا سكلتنا حكينا فيه اللي يجي خايف واللي يجي متردد واللي يجي يشك باللقاح واللي يجي لا سمح الله يشكك فيكم أو بمستوى أدائكم أو بعملكم إحنا هاي الأسلوب والطريقة اللي كان يهمنا الانصات كلش مهمة شلون هسه احنا حكينا كل واحد يقول يجي لي فلان هيك يحكي تجي امرأة الحامل تفكر يجي الشاب هيك يفكر فاني لازم اول شيء افهمه شلون تفكير